سيدي رئيس الجمهورية، هذه المقابلة الفريدة هي إثبات لرغبتكم في إعطاء ديناميكية جديدة لبناء اقتصاد بلدنا العزيز، وحضورنا قوي هذا هو خير دليل على استجابتنا الدائمة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. إحساسي القوي الثاني هو الفخر برؤية المكانة التي اكتسبها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كريا على مستوى الفضاء الاقتصادي والاجتماعي، وهذا بفضل الالتزام والتنسيق الدائم لأعضائه من القطاعين العام والخاص على كامل التراب الوطني. الالتزام المبني على المبادئ والقيم الأخلاقية المتنافية مع ممارسات الماضي. أود أن أشكرهم على دعمهم وثقتهم ومشاركتهم. أود أيضاً أن أشكرهم على السماح لنا بتنظيم هذا الحدث القيم لحامل المشاريع الشباب الذين سيصبحون كبار رواد المستقبل. خلال هذا اليومين تمكنت من رؤية مدى طموح شبابنا لتنمية بلدنا، شباب نشيط ديناميكي وموهوب، شباب يريد النجاح وإنجاح بلده الجزائر، شباب مثلنا نحن كمتعاملين اقتصاديين يشعر بالقلق إزاء البيئة المحيطة به في عالم دائم التغيير يعيش الأزمة الواحدة تلو الأخرى، الوباء، الصراعات في أوروبا، وأخيراً المأساة الكبرى التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي نتمنى له السلام في فلسطين حرة مستقلة وذات سيادة. ومعكم سيد الرئيس بدأنا هذا المشوار لتحقيق طموحنا المشترك في أن تكون الجزائر قوية اقتصادياً وموحدة اجتماعياً. نعلم أن هذا المسار سيستغرق بعض الوقت لأنه مليء بالعقبات، غالباً ما نذكر اثنين منها البيروقراطية وخاصة مقاومة التغيير. هذان العدوان للتنمية الاقتصادية حليفان قويان يمارسان أقصى قوتهم على السير الحسن للمؤسسات ومعنويات المستثمرين المنتجين. إنهم يستمدون قوتهم من الإيديولوجية الاقتصادية للماضي لكبح الطاقات والمبادرات والحد من القدرة التنافسية للمؤسسات وتنمية البلاد. سيدي الرئيس، من خلال عرضنا هذا أردنا أن نظهر لكم أن العديد من المؤسسات الجزائرية ليست بأقل من نظيراتها من المؤسسات الغربية. لقد استثمر قادة الأعمال في الحداثة والابتكار والتكنولوجيا لمزيد من الأداء لدعم النمو لإنتاج أفضل وأوفر وللتألق حول العالم من خلال صادراتها. تعاني بعض المؤسسات من بطء في عملية الإنتاج بسبب بضع العراقيل. الارتباك وسوق الفهم يؤثر سلباً على أداء هذه المؤسسات ويؤثر على الإنتاج الوطني ويشوش على السوق المحلية. يعود ذلك جزئياً إلى غياب نظام معلومات اقتصادي ينتج بيانات قوية حول العرض الفعلي لسلاسل القيم، بالإضافة إلى الالتباس الحاصل بين الواقع والإمكانيات. يتطلب الأمر من السلطات العمومية تحديد نقاط القوة والضعف
بشكل موضوعي لكل القطاعات لتمكينها من وضع استراتيجية تنمية متكاملة بإشراك جميع الفاعلين المعنيين. وبناء على ذلك يجب أن تكون التشريعات والقوانين الموجهة نحو دعم تقدم القطاعات بدلاً من تقييدها في تطويرها، وأن يكون هدف تحقيق التوظيف الكامل وزيادة مستوى النمو الاقتصادي ركيزة أساسية وحجر الزاوية في التشريع. في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري شرعنا في العمل على تحديد الجهات الفعالة في سلاسل القيم قطاعاً تلو الآخر. لقد بدأنا هذا المشروع الكبير بالاستناد على التحديات الثلاث الرئيسية التي تواجه بلادنا: الأمن الغذائي، الأمن الصحي، وأمن الطاقة. اسمحوا لي أن أختتم كلمتي هذه بتوجيه جزيل الشكر لكم على ثقتكم التي وضعتموها في المتعاملين الاقتصاديين. هذه الثقة ضرورية لنجاح بلدنا الذي نسعى جميعاً للمساهمة في بنائه. وختاماً وبالنيابة عن جميع المتعاملين، أدعو للعمل المنسق بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين. أدعو لحيوية الاقتصاد الجزائري. وأخيراً أدعو للتفاؤل. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.